أعربت منظمة شيعة رايتس ووش الدولية عن بالغ أسفها وحزنها الشديد إزاء سقوط المئات من الشهداء والجرحى خلال الاحتجاجات الجارية في العراق، داعية جميع الأطراف لوقف العنف في العراق. وأكدت المنظمة في بيان لها تضامنها مع المطالب المشروعة للمحتجين السلميين الرامية إلى وضع حد للفساد الإداري والمالي الشائع وتحسين المستوى المعيشي لأفراد الشعب العراقي المنكوب، مضيفة أنها تتابع عن كثب جميع التطورات الجارية في محافظات وسط وجنوب العراق، لا سيما أعمال العنف الأخيرة التي ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء ومئات الجرحى، محذرة من مخاطر انزلاق البلاد إلى فوضى وحرب داخلية لا تستثني أحدا، وتعود بالحسرة والندم على جميع أفراد الشعب العراقي، مشيرة إلى أن التوزيع العادل للثروات ومكافحة الفساد والعمل على إرساء قواعد الديمقراطية الشفافة خير وسيلة للخروج من الأزمة السياسية، فضلا عن قطع الطريق على التدخلات الأجنبية السلبية في شؤون الدولة.